إنما كان كان، وما الآن سيصبح كان، وما سيكون سيصبح الآن ليصبح كان. سلمى سلمى، احنا لسه ما دخلناش على سيميوتيقى الزمن. يا شيرين تاني، مش قلتلك ما تفرقعيش البوم ببقك؟ لا، ما انا بطلت، بقيت ببلعه وخبط على بطني. طب يا حبيبتي افتحي بقك كده. بابا افتح؟ معلش يا سلمى، اصل انا معودها ما تفتحش بقها الا باذن مني. يبقى ركب لها جرس. افتحي يا حبيبتي. ايه؟ مش ممكن. في ايه؟ انت فاكر النضاره اللي كانت ضايعه مني بقالها يومين وقلب الدنيا عليها؟ لقيتيها جوه؟ لا، هتلاقيها في الدرج اللي جنبك. هتالي وريني بسرعة. ده انا اللي كنت شايفاه بقى مظبوط. ايه يا طنط، طمنيني، ولد ولا بنت؟ شيرين يا حبيبتي، انا كنت بهزر معاكي لما كنت بقولك ان الست اللي ما بتيجي تخلف سنانها بتوجعها وبتنزل البيبي من بقها. على فكرة يا بابا، انا عارفة، انا عندي 20 سنة، بس يمكن كان سلمى ما تعرفش. شوف يا سلمى، ولد ولا بنت عشان نخلص. وريني يا حبيبتي، دي الأسرة كلها جوه. انت ايه علاقتك بالفرشة والمعجون؟ زي علاقتك ببابا بالظبط. تبقى علاقة نظيفة. لا يعني بشوفهم كل يوم واكلمهم محدش يرد علي. صدقني يا حسين، بنتك ساعات بتفهم. طب خدي يا حبيبتي، خدي الحباية دي، خديها وبكرة تعالي معايا العيادة. واجيبها معايا وانا جاية؟ اه، عشان هنعملك بيها دفتر توفيق. يا حبيبي يا بابا. صباح الخير. مين فيكم دكتور حسين؟ على فكرة في ناس كتير بتغلط بيني وبينك. حضرتك كده شكلك بيجيب على حسين. وساعات بيجيب على حارس مرمى، انا عارف. شفيق الديب، مندوب شركة بذور الديجيتال للاتصالات، جاب لسيادتك النهاردة عرض كله ثمرات، الزيرو 900 لحل المشاكل الفلسفية. اتصل بالدكتور حسين يرد عليك مهما كنت فين. لا لا يا استاذ، انا لا اسمح ان الفلسفه تباع على ارصفه التليفونات زيها زي اي سلعه رخيصه. ايوه فندم، بس حضرتك السبوبه دي هيجي لسيادتك منها يجي 10,000 جنيه في الشهر. يلا بينا، مستنيين ايه؟ يلا معايا. لا يا حبيبتي، ده بقه هيطلع له بني ادم. اوبوي 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 اوبوي. ايه ده؟ هو انا هاخد حقنه؟ يا حبيبتي، ده انا عامله لك كوكتيل فظيع عشان ما تحسيش باي الم للابد، علشان ابدا رحله البحث في بقك والترميم التاريخي اللي هيحصل لك. دكتوره، في مريض مستعجل بره. انت مش شايفاني مشغوله؟ ده انا دلوقتي بكتشف مناطق اثريه ما حدش ابدا شافها طول عمره. افتحي بقك. خلاص، اقول الوزير يمشي. ها، وزير بلا غفير بلا عبير بلا منير. هي قالت وزير؟ صفاء. هو اهلا يا فندم. اهلا اهلا. شرفتنا ونورتنا يا فندم. اهلا بيك. اهلا يا فندم، انا سعيده جدا بتشريف حضرتك والله. يا صفاء، بسرعه عصير الرمان للباشا من غير بذر. لا لا لا، من فضلك، انا مستحيل اقبل اي مشاريب او هدايا. احنا لا بنقبل لا مشاريب ولا هدايا ولا علاج على نفقه الدوله ولا الكلام ده خالص. والكشف انا هدفعه، وادفعه مستعجل كمان. لا يمكن اسمح لاحد انه يقول ان انا بستغل سلطاتي عشان اتمتع بمزايا مش من حقي. انا مواطن عادي جدا بيعاني نفس المعاناه اللي بيعانيها كل مواطن مصري غلبان. Thank you.
يا فندم، منتهى التواضع، اتفضل حضرتك، شرفتني. لا بره، الحراسة كلها بره. استنى انت، استنى، بنتكلم. انا عاوز اقول ان احنا زي اي ناس عاديين، اخترنا دكتورة عادية جدا ما فيهاش اي ميزة. ممكن اي مواطن عادي يحجز عندها زي انا ما عملت. ده لان التواضع جزء اساسي من توجهاتنا عشان نقدر نتواصل مع فئات الشعب المختلفة. طب بالمناسبة بقى يا سيادة البشمهندس الوزير، احنا عندنا الحارة المجاري ضربة فيها، والشارع متغرق بقاله 17 سنة، والسحابي كبرت عقبال ما تشوفوا لسعادتك يا رب، بقى طولها 6 متر، وبعدين بقوا يركبوا على ظهرها العيال ويروحوا المدرسة رايح جاي. يا سلام، ده حل مثالي لمشكلة المواصلات في عهد السيدة الوزير. طب حابب اشوف لكم موضوع المجاري ده. لا لا لا، احنا مش عايزين تشفطوها لا سمح الله، دي هي ادم السعد علينا، دي مخرجه الخير كله، ده احنا بنروي الاراضي اللي حوالينا وفضلت خيرك مربيين فيها سمك، والعيال بتنزل تستحمى فيها. هو ده الاكتفاء الذاتي في عهد سياده الوزير. يا سلام يا سلام، عظيم عظيم. احنا عايزين بس تصطادوا السحالي او تحطوا لها كمامات. اه لحسن يعني ديك النهار عباس النيدن قرمته سحليه وهو نازل يقضي حكي. خسكتك قرمته قرمي جوري من هنا. اتفضل حضرتك، اتفضل. طيب اطلع انت بره، هفتح بوقي، ما ينفع في حاجات ما ينفعش تتصور. اتفضل 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 حضرتك، اتفضل اتفضل ارتاح. هش 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 هنا. اتفضل يا فندم. اتفضلي. إيه حضرتك بقى عايز إيه، سن ولا درس؟ نعم. إيه دي مجرد دعابة يا فندم، زي يعني لما تروح للحلاق وتقول له شعر ولا دقن. المصور مشي؟ إيه أيوة يا فندم. طب أصر، يلا يلا. حاضر حاضر يا فندم حاضر. تنسلمة تنسلمة. يا تنسلمة. أيوة يا شيرين، عارفة إن الحقنة دي بتاعتك، أنا هديها لسيادة الوزير وبعدين أبعمل لك أنت واحدة تانية. خلاص معلش يا فندم، قصدي بنت جوزي وكانت. أنت هنتصاحب بنت جوزي وتيجي بقى تقول لي تعالى زورنا وشعب غريب. اتفضلي حضرتك بقى، افتح بقك. ابوي ابوي دي بتتكلمي كده ليه؟ ابوي ابوي انت هتديني الحقنه جامد. والله يا فندم زي اي مواطن مصري عادي يعني. هتوجعيني يعني؟ لو فضلت حضرتك في كرسيك وما اتحركتش وبقيت ولد شاطر مش هتتوجع. بس دي شكلها كبير، انا هاخد دي كلها. ايوه يا فندم، علشان اعرف اشتغل في بقك واظبط لك سنانك لازم تاخدها كلها عشان ما تحسش باي الم. انا لازم اخدها في بقي؟ حضرتك جاي تتعالج من حاجه تانية؟ انت هتصاحبيني، يلا اديني الحقنه بقى خلينا نخلص. اتفضلي. ها بسم الله توكلنا. انا غيرت الحقنه. حقنه ايه يا شيرين اللي غيرتيها؟ الحقنه دي. الحقنة اللي أنا اديتها. حطيت من ده وده وده. ده وده وده؟ وده وده. وده وده؟ كلهم يعني. شيرين، عايزاكي تروحي على البيت على طول. دوري لي على الباسبور يا ماما. ملحقوا ييجوا. صباح عليك. اهلا استاذ شفيق. اهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا. اسمح لي يا دكتور اعرفك بمخرج الاعلان، المخرج الكبير قوي حمدي شاهين، ودي بقى شوف شيخه الستايلست وموديل في نفس الوقت. فل على مانجا. ايه ده، عايزه كوكتيل من بدري كده. اهلا وسهلا استاذ حمدي شاهين. اهلا. هو حضرتك تقرب للمخرج الراحل الفنان العظيم الاستاذ يوسف شاهين؟ لا، بس هو ابويا كان البواب في العماره فاخدنا اللقب يعني. اتفضلوا. لا اتفضلوا. اتفضل يا استاذ، اتفضل، نورت البيت. شوف يا استاذ حمدي، ان شاء الله كده بما ان الاعلان عن الفلسفه، انا شايف ان انا اتصور كده قدام المكتبه بتاعتي والكتب بتاعتي الكتيره جدا ورايا. ايه علاقه الكتب بالفلسفه؟ لا ملهاش اي علاقه الحقيقه. معلش يا دكتور، اصلي الاستاذ حمدي له رؤيه في الاعلان، وبعدين الشركة شايفة انها ممكن تبيع. انا مفيش حاجة. ما انا من حق اوافق برضو. اشرح لي رؤيتك يا استاذ حامدي. استغفر الله العظيم يا رب، انا ما اتعودتش اشرح رؤية لحد، بس اعمل لك استثناء. ماشي. بص يا سيدي،
احنا بنتكلم عن الفلسفة يعني خيالات، فانت بقى تطلع طول الاعلان لابس الجناحين دول. وريني كده. اتفضل. وصوصو هتعرفني هستبعدك من الاعلان. خلاص هتعرفني. خلاص خلاص يا اصحى حمدي، والدكتور هيلبس لوحده. البس يا عم خلاص، لا هتقرفني ولا اقرفك بقى، هلبسهم وهو بالمره ابقى شبه كيوبيد. شبه الفيلسوف كيوبيد. صح. فيلسوف كيوبيد. اه ايوه ايوه صح، كيوبيد فيلسوف. وتقوم بقى ايه، تقف تقول الكلمتين وانت لابس الجناحين دول وبترفرف وتلبس دول. وانا طالع عمره ولا ايه؟ ده لبس روماني عشان تبان يعني اكنك جاي من عصور الفلسفه. استاذ شفيق. لا يا ريس. هو انا ينفع اقول لا؟ لا. يا دكتور شرنوبي انا عندي مصيبه، في مريض عندي اخد حقنه غلط، سابلون وبنج وملح وعصير عناب. لا يا فندم انا ما بسالكش ايه الاجراءات القانونيه، انا بسالك اعمل ايه؟ اصوره بالموبايل ده وقته يا دكتور. هي اقنعتيني يلبس يا شيرين؟ بالعافيه. اه في ايه يا فندم؟ اه طلع 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 كل الاهات اللي عندك. يا لهوي يا لهوي، انا عايز افهم بس انتوا لبستوني ليه؟ ما احنا ستات زي بعض اهو يا فندم. مصر محتاجالك. مصر؟ مصر هي امي، نيلها هو دمي، شمس افصباري. عاجبك عاجبك؟ شفتي عملتي ايه في الراجل؟ منك لله. ليه ده كده اصعب بكتير. انت عارفه وانا صغيره في المدرسه كنت بطلع الاولى دايما. يا فندم انت راجل، ده انت راجل وسيد الرجاله. راجل طبعا راجل. وعايز اقول لك حاجه تسمعيها كويس. طعم الزلابية في بقي بقى حراق، طرولي بقي بحتة رقاق، نيمته بس فاق، وبدل الشخير بيقول واء واء واء. الله الله عظيم عظيم يا فندم عظيم، والله عظيم. الله يخرب بيتك، ضيعتي لي مستقبلي. ادولك عليه طنط؟ يا خرابي يا رب يروح لي فين. انا حاسس ان انا ممكن ابقى كويس، بس انا لازم انزل من المركب، المركب فيها خرم. يا طيور النورس ياللي مقابلني، غنوا سوا كورس واهتفوا ورا مني. حياه البحر. منك لله يا مفتريه. يا دكتوره انت معلي دي راجل كده ليه؟ لا يا صبتي. لا 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 لا. ها ايه رايك يا شخشيخ؟ ما تطول الجبهه شويه يا فرفش. ايه وهي ميكروشيب ولا ايه؟ يا جماعه يا جماعه انا استحملت ولبست اللبس العبث اللي انتوا لبستوه لي ده، عايز اقول الكلمتين بقى. اتفضل سمعني. ستوب. انا لسه قلت حاجه. استنى امسك دي قرط عليها. ها كده. يلا ابص الكاميرا ولا الورقه والكاميرا والكساره مع بعض. هعمل خمس حاجات. يلا يلا يلا. كات. حرك ايدك حرك ايدك حرك ايدك اهو يا عم. الفلسفة هي أصل كل العلوم، هي لب الحكمة، هي رحلة البحث، أن تعرف أو ألا تعرف. عايز تعرف أي حاجة اتصل بي على 0900. كات. أنا هاخد رأي الرجالة. أنت يا شفيق لو شفت الإعلان ده هتتصل؟ أه هتصل بأمي عشان أطمن عليها. وأنت يا شخشيخ؟ ده أنا موقع يجيله تسلخات. اشتاط، ده رأي الجمهور مش رأيي. بص بقى انت ايه، تسيبك من ده خالص وتاخد الورقه اللي انا جايبها لك دي. اقرا الكلمتين دول. ايه ده؟ انا لا يمكن اقول الكلام ده. انا كنت ديمقراطي معاك وخدت راي الجمهور. استراك انت بقى المستوية وسمع اللي واقفين. يلا. حرك ايدك حرك ايدك حرك ايدك. استنى استنى شيخه، خش اعمل لنا كده حركتين هيروغليفي. دي هبلة دي ولا ايه؟ نجرب نجرب نجرب. يلا قول قول يا استاذ. لو عايز اي حل لمشاكلك الفلسفية
اتصل بيا على 0900 وممكن اقول لك نكته حديثه في نفس الوقت. مره واحد فيلسوف قام من النوم لقى نفسه فيلقطن. كات قفشتها. اجري ولا اجري ولا 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 خد. طب والله ما مديكوا اللبس وحمثل بيه. فلتأتي إلي يا ماركا أنتوني وهات معاك ابن خالتك يوليوس قيصر. أنا اتفضحت يا أم. مفيش فايدة يا دكتور شرنوبي، أنا هحاول أجيلك. أقعد. أقعد إزاي على المية؟ الموج عالي. اتهد بقى، اتهد وأقعد في يومك ده. في يا دكتور؟ سيادة الوزير كويس؟ احنا سامعين اصوات غريبة عندك. لا ابدا ابدا ابدا، ده زي الفل. اصل هو كان عنده درس ضارب يعني، ولسانه الوسطاني كان ملخلخ. هو هيخلص ويطلع لكم على طول. انت كويس يا سيادة الوزير؟ ايوه. هات لي المايو. امرك يا فندم. مايو سيادة الوزير، مايو سيادة الوزير. طنط انا عندي فكرة. ايوه خش عليا، خش عليا بافكارك الحلوة. خلي سعادتي تكمل. قولي لي يا اختي. ايه طنط؟ هو دلوقتي نفسه يركب مركب، فاحنا لو ركبناه مركب العقدة اللي عنده دي هتتفك وهيخف. حلوة فكرة. خلاص اطلبوا لي بقى مركب العاصمة. حاضر انا هجيب. اي حرفين انت في يومك الاخبار ده؟ هتجننوني. مركب ايه وزفت ايه اللي هنركبها له؟ والله فكرة برضو مش بطالة. ايه؟ بنفضي الأوضة عشان سيادة الوزير يقعد براحته. اسحبي اسحبي. الأرض استنوا، خلاص وصلنا الأرض. استحملي شوية، استحملي شوية يا نجوى، خلاص هتدخلي الحمام دلوقتي. انتوا عملتوا ايه في سيادة الوزير؟ لولا انهم متأكدوا ان شيرين هي اللي عملت الحقنة ما كانش ممكن اليوم ده يعدي على خير. وعملوا ايه مع شيرين؟ مفيش، اخدوها 10 دقايق كده يحققوا معاها، وفجأة سمعت خبط ورزع وصريخ، وبعدين فجأة لقيت شيرين بتجري وهم بيجروا وعاملين يخبطوا في بعض ومشوا وسابوني انا وشيرين. سألتها في ايه يا حبيبتي؟ عملتي ايه معاهم جوه؟ قالت لي ابدا، انا كنت بلقي عليهم قصيدة شعر. الحمد لله. المهم يا حبيبي انت عملت ايه بقى النهاردة؟ ابدا، انا رحت الكلية عادي، عملت محاضراتي ورجعت قريت، ثم عزفت شوية على القيصارة. قيصارة؟ سارة، سارة بنت عمتي اصلها كلمتني. الحقوا بوقف التلفزيون. تلفزيون؟ لو عايز اي حاجه. الفيلسوف الساخن ده ابن عمي، بس هو ام يونانيه، فتلاقي الشبه قريب شويه. يا سي الاستاذ الدكتور، انا شو لك دول؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب هدوم ابن عمي هنا؟ الشرخه